لم تخرج الاستشارات النيابية الملزمة في يومها الأول عن الإطار الذي رسمته التسوية السياسية التي وضعت حدا للفراغ الرئاسي، لكن الاستشارات سجلت مفارقة تمثلت بانتقال بعض الأصوات التي لم تصوت للجنرال ميشيل عون إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لتكليف حكومة العهد الجديد. في شريط الاستشارات الذي بدأ برؤساء الحكومات السابقين، التقى رئيس الجمهورية ميشيل عون الرئيس تمام سلام، وفي موقف غير متوقع سمى الرئيس نجيب ميقاتي الحريري لترأس الحكومة. انطلاقة أي عهد جديد لا يمكن أن تكون إلا بحكومة يرأسها الرئيس سعد الحريري. اللقاء بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس فؤاد السنيورة المعارض الأشد لوصوله إلى الرئاسة كان إيجابيا، تعهد بعده السنيورة الوقوف إلى جانب الرئيس كما إلى جانب الحكومة. وإلى القصر وصل أيضا الرئيس سعد الحريري والتقى رئيس الجمهورية. نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري منح صوته للحريري، كما كتلة المستقبل التي عاد وانضم إليها الحريري في لقائها مع رئيس الجمهورية. بالنسبة لكتلة التيار الوطني الحر، اللحظة كانت تاريخية على حد وصف النائب إبراهيم كنعان. هذا اليوم يوم تاريخي، يوم الميثاق في لبنان، وانطلاقا من خطاب القسم يلي جسد بمعاني رسالة الدولة والمساء، سمينا الرئيس سعد الحريري لتأليف الحكومة. النائبان ميشيل المر ونيلة توين انضما إلى صفوف المؤيدين، وأعلن المر أن لدى الرئيس عون كل الاستعداد لإعادة البلد إلى سابق عهده. جوابنا كان واضح وصريح، الشيخ سعد الحريري. بين الرئيس عون وكتلة القوات اللبنانية لقاء ودي نقلت خلاله النائب ستريدة جعجع إلى الرئيس المنتخب مباركة من رئيس حزب القوات اللبنانية، فرد عون: مبروك إلنا جميعا، ولولا تضامننا لما وصلنا إلى هنا. تكتل حزب القوات اللبنانية اليوم سمى الشيخ سعد الحريري لتبوء مركز رئاسة الحكومة في لبنان. النائب ميشيل فرعون سمى أيضا الرئيس سعد الحريري، وكذلك فعل النائب بطرس حرب. وصبت أصوات حزب الكتائب لصالح الحريري بعدما اقترع نوابه في الاستحقاق الرئاسي لصالح ثورة الأرز. سمينا دولة الرئيس الحريري لتولي رئاسة الحكومة نظرا لما يمثله من رمز للاعتدال. غاب النائب سليمان فرنجي عن الاستشارات النيابية، وأوفد النائبين إصطفان الدويهي وسليم كرم وسموا باسمه الرئيس سعد الحريري. وزير فرنجي ما كان قادر يجي اليوم، ما غاب لأي سبب، يعني في تفويض لنا. غيابه سيفسر بأنه لا يفسر، ما بده يشوف لا يفسر أبدا، هنأ الرئيس وقال برا انتصر لبنان وكل شيء، هذا كلام لا يمت للحقيقة بأي صلة. نائبا حزب البعث خرقا إجماع اليوم الأول من الاستشارات النيابية ولم يسميا الحريري، وأكد النائب عاصم أنصو أن الحزب لن يمنح الثقة للحكومة الجديدة إذا بقي الحريري يهاجم الأسد. الحزب السوري القومي الاجتماعي أودع موقفه لدى رئيس الجمهورية على أن يتبنى أي خيار يتخذه الرئيس عون. رئيس اللقاء الديمقراطي محاطا بنوابه الـ11 سمى أيضا الرئيس سعد الحريري. سمى اللقاء الديمقراطي لمنصب رئيس وزراء الشيخ سعد الحريري، وقلنا للعماد عون لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون بأننا علينا أن نضيق كل الخلافات، نركز على بناء الداخل. في لائحة المؤيدين لتسمية الرئيس الحريري أيضا النائب أحمد كرامي عن كتلة التضامن.